صباح الخير، يلا صباح خير على متابعين الأنبارية كلهم، حياكم الله. وشوفوا الجو من الصباح بعد صلاة الفجر، اسمها هل وصل صرانيخ مالي، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الوباء، هنا اشكال والوان على الفرق، الا احمر ولا ابيض ولا شوفوا الجو. مشينا على الشجرة، الحبك، شوف الحبك، هذا زينة، كلها زينة هالوقت. ما شاء الله تبارك الله، كلها زينة. دار الريف هنا، هذا بعد عن اللي يضيق، وذاك عن بعوض، وذا تدخل فيهم. ما شاء الله تبارك الله، وهذا النوع هذا جلسات حركات. اللي بيدخل وسطها عن بعوض والمطار وتسكر الباب عليه، جررين من داخل من برا تسحب. وهذا النقيزة أنا وقعت أطيح فيها، اللي هم النقيزة شباب في هنا، وعذج البرحي هاك محطوطة هنا معلق، كنا أسقع. تدخل